وأؤمن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا. الله جل وعلا له أفعال، له أسماء وله صفات وله أفعال وله إرادة ومشيئة، فعال لما يريد، فعال لما يريد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، هذه أفعال الله جل وعلا، وهي بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. نعم.